السلام عليكم جميعا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طبعا جميعا بخير وصحة جيدة. طبعا هنبدأ اليوم إن شاء الله مادة حساب التمريض أو الشابتر الجديد، بس قبل ما أبدأ الشابتر في سؤال يعني وردنا من أحد الطلبة، كان بيسأل عن السؤال رقم 11 بالضبط أو بالتحديد. طبعا السؤال رقم 11 شكله هيك يعني صعب، بس فعليا الفكرة تبعته يعني مش صعبة. الحين ايش بقول هو السؤال: The physician orders D5W D5W and dextrose تركيزه 5% in water 1000 مليليتر plus sodium bicarbonate تمام 25.8 ملي equivalent at 12 مليليتر per hour IV تمام. الحين في عندي الأمبول تبعها يعني المحتوى العلاج المحطوط في الأمبول اللي بتاخد منه هذه الجرعة وحطها في 1000 مليليتر اللي هي بتحتوي الأمبول في 50 مليليتر بيحتوي على 44 ملي إكوفلنت. طبعا هذا مفتاح الحل، عندي مفتاح الحل. إيش مفتاح الحل اللي هو بيقول عنا؟ سوري قديش 50 مللي لتر الأمبول قديش بيحتوي؟ بيحتوي على 44.6 ملي إكوفلنت تمام. هذه الوحدة تبعتها، طبعا هذا شنو غالبا إلكترولايت غالبا، فبتلاقيه أنت ملي إكوفلنت. الطبيب قديش بده هنا؟ بده 25.8، 25.8 أرقام كتير بس ما إلها داعي، بس أنت إذا عرفت كيف تحل السؤال أو عرفت إيش المطلوب فبكون الحل بالنسبة لك سهل. الطبيب بده 25 مللي إكوفلنت، 25 مللي إكوفلنت تحت الخمس تحت الأربعة وأربعين، يعني الملي إكوفلنت تحت الملي إكوفلنت إكس، طبعا مش معلومة إكس بتساوي طرفين في وسطين قديش؟ اللي هي 50 ضرب 25.8 على قديش؟ 44.6، وتساوي في الآخر طبعا بعد من الحل بعد يعني بعد ما تطلع تضرب 50 في 25.8 على 44 بطلع معانا 28.9 إيش الوحدة هنا هتكون؟ مليليتر تمام. يعني فعليا انا بدي اخذ من الامبول هذا بس 28.9 ملي لتر من الامبول هذا اللي هو في قديش؟ في 50 ملي لتر. قديش بدي اخذ منه؟ بدي اخذ منه 28.9 ملي لتر عشان تطلع لي الجرعة هذه. وين بحطها؟ بحطها في 1000 ملي لتر. سؤال مش صعب. الحين ان شاء الله حنبدأ في الشابتر 13، طبعا دوزج measured in units. في عنا بعض الأدوية تقاس بالinternational unit بالوحدة الدولية. كيف نقدر نتعامل مع هذه الأدوية ونديها للمريض؟ طبعا إذا كان الطبيب كاتب جرعة محددة للبيشرط. لو اطلعنا هنا في عنا مش جميع الأدوية بتحتوي على unit، زي ما حكينا احنا قبل في عنا أدوية بتقاس أو توحد بالملي إكوفلنت. كيف بتعامل معها؟ فعليا ما بتعامل معها بالملي إكوفلنت، بس بتعامل بالملي لتر اللي بيحتويها. يعني ملي لتر قديش بيحتوي على ملي إكوفلنت، أنا بقدر أتعامل مع ملي لتر. نفس الفكرة عندنا هنا في اليونت، في عندنا بعض الأدوية بتحتوي على يونت أو انترناشونال يونت في القياس، زي إيش مثلا؟ الأوبجين. أوبجين طبعا ميديكيشن معين بيستخدموه عشان يزيد كريات الدم الحرة، اللي هو إريتروبيوتين، طبعا هرمون. معظم الهرمونات فعليا بيستخدموها في وحدة القياس تبعتها باليونت. والفراجمين، فراجمين مادة بتعمل انتي كوأجولانت يعني بتمنع تجلط الدم. الهيبارين مادة برضو بتمنع تجلط الدم. الانسولين معروف الانسولين هو دواء اللي بتستخدمه للسكر. هذه الادوية طبعا بيستخدموا ايش في وحدة قياسها؟ الانترناشنال يونت تمام. الحين كيف نقدر احنا ندي اليونت هدولة تمام للبيشنت؟ في عنا بعض سرنجات زي الانسولين يونت، الانسولين سرنج فعليا مدرجة باليونت ما بتغلبني، بس حب اليونت وبدي باليونت. بس لو كان في عندي سرنجات بالملي لتر
وبعض الأدوية اللي هي في الأمبول أو في الفايل تبعها مدرجة باليونت أو موجودة باليونت، كيف بدي استخدمها عشان أدي الجرعة تاعت المريض؟ لو اطلعنا على هذا الفايل أو الفايل هذا، طبعا هذا الفايل بيحتوي على أنسولين. الأنسولين في عنا نوعين منه أو ثلاث أنواع، في عنا نوع بنسميه ريجولار يعني بكون صافي، يعني بتطلع على الفايل هذا المحتوى غالبا بكون زي السائل زي المية بالضبط. في النوع الثاني اللي بنسميه الام بي اتش هذا بنسميه عكر، تمام، يعني بكون تيربد، يعني مش تيربد يعني بكون عكر من جوا، يعني غالبا مش صافي زي المية. طبعا هذا له شغل وهذا له شغل، طبعا هتاخدوه ان شاء الله في الفارما مناش فيه، احنا بس كيف بدي اعرف انا احدد كيف اخذ اليونت او كيف ادي اليونت للمريض. لو لاحظنا هنا عندنا فوق المنطقه هذه هتلاقي في عندنا الفايل هذا مكتوب عليه قديش الفايل. لو طلعنا سيبنا من هذه خلينا على الفايل اللي هو هذا، كل 10 ملي فيها او سوري هذه الفايل كله 10 ملي، كل 100 يونت 1 ملي. كل 100 يونت في 1 ملي توتال عندنا 10 ملي. طبعا هذا ايش بيعملوها؟ بيعملوها غالبا بيكتبوا عليها زي هيك، بيكتبوا يومية. ايش معنى يومية؟ يعني كل 100 يونت موجودة في 1 ملي، تمام. طبعا هذا لازم اعرفها انا، يعني معظمها بتلاقي زي هيك، بتلاقي 10 ملي توتال فايل كله محتوي على 10 ملي، بس كل 1 ملي في 100 يونت. طبعا في عنا الميكس ستارد، يعني ايش ميكس ستارد؟ يعني بكون في عنا نوعين من الانسولين، نوع ام بي اتش يعني عكر زائد ريجولار انسولين اللي هو الانسولين الصافي، بكون مخلوطين في بعضهم. يعني هي ام بي اتش يعني 70-30. ايش معنى 70-30؟ نوفالين طبعا نوع من انواع الانسولين، العكر اللي هو بقول لك او الميكس ستارد الخليط 70% ام بي اتش عكر مخلوطات بقديش؟ في 30% ريجولار، يعني 70-30 فعليا في 70 ام بي اتش زائد 30 ريجولار. الانسولين سيرنج يعني السرنجات اللي بيستخدموها للانسولين، طبعا في عنا احجام منها، يعني مش كلها واحد، لا في عنا احجام، في عنا احجام فيها 30 يونت، وفي عنا أحجام فيها 50 يونت، وفي عنا أحجام فيها 100 يونت. طبعا ليش احنا بنستخدم هذا وبنستخدم هذا وبنستخدم هذا؟ طبعا الموست كومن موجود عنا تقريبا اللي فيها 100 يونت، ما فيش اللي فيه 50 أو اللي فيه 30. ليش؟ عشان عندك اللي فيها 100 يونت ممكن أدي فيها الجرعة تاعت 30 أو ممكن أدي الجرعة تاعت 50، لكن ال 100 يونت مش ممكن ادي فيها الجرعه، او 30 يونت مش ممكن ادي فيها جرعه، مثلا لو كانت 70 مش هيظبط غير اديها مرتين طبعا ممنوع، تمام. فعشان هيك لازم انا اطلع وانتبه للكميه المحدده الي اللي انعطى للمريض. طب عرفنا ايش معنى يوميه؟ يوميه معناتها او يو 100 يعني يو كل 100 يونت محتويه في 1 ملي بالضبط. في عندي انسولين بن بكون جاهز، يعني غليغ معلي غير تحدد الجرعة وتسحب البلانجر من ورا هذا، طبعا تسحبه تمام وتدي المريض في ايده مثلا، او هو المريض بدي حاله، طبعا هذا بتكون جاهز ومحضرة لحالها. طبعا تغير التب تبع الراس تبع السرنج، هنا بكون في ابر معينة طبعا في المقدمة تبعتها، بتشيل الغطاء هذا بتلاقي في ابرة في المنطقة هذه، بتغيرها وبدق حال المريض. لو طلعنا هذا السؤال طبعا باليونت، في عندنا فيزيشن اوردر مايكوستاتين 400,000 يونت بي او 4 تايمز دي، يعني بده 400,000 يونت في الفم 4 مرات في اليوم. The drug supplied as 100,000 يونت لكل ملي، يعني كنا عندنا لكل 1 ملي قديش بيحتوي على 100,000
هذه الفاصلة مش علامة عشرية، هذا الفاصلة عشان تفصل بين الألف، تمام؟ يونت. الحين الطبيب بده قديش؟ بده 400,000 يونت. بحط 400,000 يونت تحت اليونت، تمام؟ بحط اليونت تحت اليونت وبعمل طرفين وفسطين، بعمل طرفين وفسطين، تمام؟ بعد ما اضرب طرفين وفسطين اكس بتساوي 400,000 على 100,000، فبطلع عنا 4 ايش؟ 4 ملي. يعني الجرعة اللي بدي اياها المريض هذا عشان ياخدها باليونت، عشان ياخد 4,000 او 400,000 يونت، لازم ياخد حوالي 4 ملي من هالدواء. طيب لو طلعنا سؤال تاني، the physician order هيبرين 4,000 يونت subcutaneous. subcutaneous يعني تحت الجلد. every 8 hours يعني كل 8 ساعات. how many milliliter will the nurse administer؟ طبعا هنا بسأل، يعني هي واضح فعليا انه بسأل عن جرعة واحدة، بسألش قديش بده في اليوم في التوتال، بسأل عن جرعة واحدة، قديش الممرض بده يدي في الجرعة هذه، قديش بده يدي مليليتر من الجرعة هذه. طبعا عندي باليونت ما بقدر اديها يونت الا اذا كانت في عندي سرنج يونت وبديها، فعليا ما عندي سرنجة واحدة فيها 4,000 يونت مباشرة، فعشان هيك لازم احول لمليليتر. كيف بدي احول لمليليتر؟ لازم اشوف الميديكيشن بالضبط، كيف هذه كمية الدواء اللي بده يعطيها البيشنت. The physician order heparin 4,000 units subcutaneous how many milliliter. بدي اشوف، لازم يكون في عندي رسمة. هاي الرسمة، الرسمة اللي عندي هاي 5,000. الرسمة ايش بتقول؟ الطبيب قديش بده يدي هنا؟ بدي يدي 4,000 يونت، تمام؟ الطبيب الاوردر تبعه 4,000 يونت. قديش الرسمة عندنا هنا فيها؟ هاي زي ما انا شايف هنا بالضبط، كل واحد ملي قديش بديني؟ 5,000 يونت، 5,000 يونت. الحين بحط ال 4,000 تحت ال 5,000 ليشنها باليونت، تمام؟ انتم ملاحظين في عنا اكتر من طريقة، في عنا proportional، في عنا dimensional، في عنا اكتر من واحدة، في عنا عن طريق القانون ما بلزمنيش، بستخدم طريقة المقص. طريقة المقص اسهل طريقة للحل. x بتساوي طرفين وفسطين، يعني بطلع عنا 4,000 على قديش؟ على 5,000، تمام؟ x بتساوي قديش؟ x بتساوي 0.8 مليليتر، 0.8 مليليتر، تمام؟ ليش حطينا مليليتر؟ عشان في عنا الوحدة هذه بتروح مع الوحدة هذه، بفضل عنا المليليتر هذا، المليليتر بتيجي هنا، يعني لازم آخذ من الفايل هذا بالضبط 0.8 بالسرنج، تمام؟ عشان البيشنت ياخد 4,000 يونت، تمام؟ إذا كان السؤال مش مكتوب القيمة، فبروح بطلع على الرسم الموجود عندي، وطبعا بعد هيك بروح بحدد بالضبط قديش بحدد. طبعا كل شرطة هذه 1/10 سنتي، 1/10، 2/10، 3/10، 4/10، هاي نص، 6 7 8، بعلم بالضبط وبضلل، فبعرف انها 8/10، تمام؟ هيك الحل تبعك بكون صح. الحين لو طلعنا هنا، طبعا مديني مثال على اليو 100 انسولين. اليو 100 مجرد ما احكي لك يو 100 ايش بدك تعرف انت؟ بدك تحط القانون في راسك، كل واحد ملي، كل واحد ملي لتر بدينا قديش؟ 100 يونتس، تمام؟ الحين لو طلعنا على الشغلة هذه، قديش بده الطبيب؟ الطبيب بده 36 يونت. The physician order Lantus U100 انسولين 36 يونت subcutaneous injection، يعني تحت الجلد، حقن تحت الجلد، in AM في الصباح. A new 100 low dose syringe is available، موجود عندنا، في عندنا U low dose، low dose يعني غالبا
يا 50 يا 50 يا 30 مش 100. اي مش هتفرق كتير، اذا انت بتقدر تحدد الكمية مش هتفرق معك استخدمت 30 او استخدمت 50 او استخدمت 100. بقول الشيد ده سرنج، يعني ضلل السرنج لما تحدد قديش الكمية. بس بدك تدير بالك لما تكتب 36 مش تبين هذه اليو كانها 4 عشان ما تلخبطش. تمام. الحين في عنا، انا طبعا القانون مكتوب عندي اللي هي هاي 100 يونت في كل واحد ملي، يعني اليو 100، يعني في عنا 1 ملي لتر بديني قديش، بديني 100 يونت. اليونت تحت اليونت 36 يونت اكس. تمام. وبضرب طرفين وسطين، يعني x بتساوي 0.36 ملي. ها طبعا لو بدي احولها، لو بدي احولها للملي، لو بديش احولها للملي ايش بروح بسوي؟ لو بدي اسحب في السرنجة ما فيها ملي، فبروح بسحب بس 36 زي ما احنا عاملين هنا. يعني فعليا هنا عند اليونت جاهزة سحب 36، يعني مضللة عند 36 مضلل. لو كان السرنجة هذا مش موجودة عندي وفي السرنجة التانية موجودة بالملي ليتر، فبدي اسحب 0.36 عشان ادي 36 يونت. طبعا هذا حل تاني لو بدي اطلب انا قديش بالمليتر. لو كانت عندي السرنجة بتاعت الانسولين بستخدمها زي ما هي. تمام زي ما احنا شايفين، يعني باجي بضلل بس. هنا نفس الفكرة، بس في عنا هنا طبعا شغلتين اللي هو في عنا regular وفي عنا MBH. The physician order humulin regular U 100 10 يونت، يعني بده من regular 10 يونت. تمام. زائد humulin MBH 20 يونت. طبعا احنا لما نسحب الأنسولين فعليا بنسحب العكر في الأول، سوري بنسحب الريجولار في الأول وبعد هيك بنسحب العكر، يعني ما بنسحب العكر في الأول وبعدين بضيف عليه الريجولر، لا عشان ما يختلطهم في بعض، لكن بسحب الريجولر اللي هو الصافي أول حاجة وبعدين بسحب اللي هو الايش الام بي اتش اللي هو العكر. يعني قديش بده في الكمية الأولى؟ بده 10 يونت، باجي بسحب 10 يونت. لو كانت السرنجة هاي تبعتي ايش باليونت، يعني ما في عندي مشكلة ما بدي أحول المليليتر، السرنجة تحت باليونت بسحب باليونت. يعني ملاحظين بده 10 ملي بضلل عند 10. الحين بجيب الثاني. تمام. اي في الاول بقول لي 10 units of regular insulin is drawn up first، يعني بسحبها في الاول بعدين بسحب ال 20 امبيرس. مش معقول اسحب اللي قبل اللي هي ال 20 عشانها عكر، بتعمل لي مشكله لو انا اخذت العكر في الاول وبعدين حطيت السرنجه في او النيدل في الـ في الـ في الفايل الصافي. انا بسحب الصافي الاول وبعدين بسحب العكر. يعني هي سحبنا صافي لعند 10 وبعدين سحبنا عكر لعند 20 او 20 10 يونت زائد 20 يونت بدينا 30 يونت توتال. طبعا هي شابتر 13 ميجرمنت او دوسج ان يونت، ها طبعا بتحلو واجب. هي عنا صفحة 365 لعند 20 رقم 20 اللي هو في صفحة 370. ويعطيكم ألف عافية. طبعا الدرس اليوم بسيط مش صعب، وبالتوفيق إن شاء الله في الامتحانات. حاولوا أهم شيء بس تقرأ الأسئلة كويس قبل ما تحل وتعرف إيش المطلوب منك، يعني ما تحاول تجاوب بس أنت شفت السؤال قبل هيك في الكتاب بدك تحل زي الكتاب. اقرأ السؤال كويس، أنا بغير طبعا في المطلوبات، يعني مش تحل زي ما موجود في الكتاب، لا اقرأ كويس شوف المطلوب بعدين حل. تمام. حاول تكون سريع. يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.